حركة الحياة مع اليماني وعادل باربع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله مستمعينا الكرام في أول حلقة من حلقات برنامج حركة الحياة. هالمرة طبعا حكون مكان الأستاذ القدير حسن شاهين، ويشرفني أن أكون متواجد إلى جانب الأستاذ الفاضل علي يماني صاحب الأفكار الجميلة والإعداد الرائع والدورات الطيبة اللي فيها تنمية وفيها إعطاء كثير من اللمسات الإيجابية لكل من يستمع إليه في برنامجه ودوراته. حياك الله أستاذ علي. الله يحييك أستاذ عادل، وأتشرف بوجودي معكم في هذه الأيام الجميلة، وفعلا هي ذكرى جميلة لأستاذ الفاضل الكبير وعمي ووالدي أيضا الأستاذ حسن شاهين اللي شارك معنا في الجزء الأول. نعم. من حركة الحياة، وهو متواجد ما شاء الله عليه في كذا برنامج، فإن شاء الله يعطيه العافية والصحة والسلامة. الله يكرمك سيدي. اليوم طبعا حديثنا عن حركة الحياة، وما زلنا نفسر في موضوع حركة الحياة وليش بنقول الحياة وحركة الحياة. جميل سيدي عادل. الحياة نحن نعيش على كوكب الأرض، وكوكب الأرض عبارة عن كوكب كروي. نعم. دائري. نعم. فالمفروض أنه نعيش هذه الحياة بطريقة دائرية، وأقصد بطريقة دائرية أنها تكون طريقة سلسة سهلة جميلة. صحيح. ليس لها حواف، وبالتالي مثل الكرة عندما تدحرج بطريقة سهلة سلسة. تخيل لو كانت الكرة هذه كانت عبارة عن شكل مربع أو مستطيل لها زوايا وحواف، حيكون حركتها فيها شيء من الصعوبة. صحيح. فيها شيء من الاحتكاك، لكن وجودها على شكل كروي هذا يسهل هذه الحركة. لذلك نحن نمثل حركة الحياة كعجلة للحياة. هذه العجلة بشكل دائري. والله نظرة جميلة، أول مرة يعني إيش الواحد يعني أجد التفسير هذا، الحياة بالكرة الأرضية الكروية، ودائما الشيء الدائري بيعبر عن شيء سهل. حتى في علم الخط ما يقول لك اللي دائما كتاباته بدون زوايا هذا معناه أنه إنسان سلس طيب. نعم. صحيح. نعم. في من الحنان من العطف. صحيح. من المرونة في التعامل. نعم. بعكس من يكون عندهم في الكتابات في علم الجرافولوجي. صح. من يكون زوايا كتاباتهم زوايا حادة أو. نعم. فيها خطوط أو سنون. صحيح. فهذا تدل على شيء من القسوة بعض الأحيان. فعلا. الحزم فعلا. العصبية. جميل، لفتة جميلة. فإحنا إن شاء الله في برنامج حركة الحياة حنعيش الحياة بشكل عجل. يا سلام. وهذه العجلة هي التي تتحرك بشكل دائري. يا سلام. كل ما كانت هذه الحركة سلسة جميلة بسيطة، كل ما عشنا هذه الحياة بجمالها. يا سلام. وانتهلنا منها بكل سعادة. وجميل إنه الواحد فعلا ينظر إلى الأشياء من منظور إيجابي وجميل، لأنه للأسف من السهل إنه إحنا نطلع الأشياء السيئة، من السهل إنه ننتقد، لكن مين اللي فعلا بيطلع الجماليات؟ ما أعتبره إلا إذا كان إنسان راقي عنده نظرة بمشاعر أخرى. وبإذن الله تعالى كلنا راقي إن شاء الله، والمفروض يكون عندنا فكر راقي فعلا لكي نعيش هذه الحياة بسهولة وسلاسة بإذن الله تعالى. بإذن الله. ويحتاج هذا الأمر إلى فنيات بإذن الله تعالى. في خلال برنامجنا حنحاول نتعلم بعض الفنيات لكي نعيش هذه الحياة بطريقة سهلة سلسة جميلة ممتعة. لذلك يكون شعارنا دائما بإذن الله تعالى هو ابتسم فالحياة جميلة. يعني أنت أعطيتنا فن من الفنيات، الابتسامة. الابتسامة. يا سلام. وإن شاء الله تعالى حنفرد لها بإذن الله تعالى أكثر من حلقة نتكلم عنها، لأنه فيها أشياء كثير جميلة. يا سلام. طيب أنا متشوق أني أعرف برضو فنيات ما بعد الابتسامة، هل في شيء بجوار الابتسامة؟ حتكون عندنا أشياء كثير بإذن الله تعالى حنقدمها. أيوة. في هذه الحلقات، وحتكون من ضمنها بشكل سريع التفاؤل اللي حنبدأ به إن شاء الله تعالى. أيوة. بعد الحلقة القادمة حتكون كلها عن موضوع التفاؤل. خلاص إن شاء الله. إحنا مستمعين الكرام، وكما يعني كلمنا الأستاذ علي إنه عندنا نقاط كثيرة تدور بها حركة الحياة بأسلوب سلس وجميل ورائع، هذا اللي حنعرفه إن شاء الله في حلقاتنا. خلوكم متابعين ومستمتعين، أشوفكم على خير.